بيانات تفيد بآخر التعديلات وآخر الأمور الخاصة بجدول المسابقة، مسابقة بطولة الدوري العام. وهي هذه البطولة هي محل أزمة في الحقيقة ما بين كل الأندية دلوقتي في الدوري المصري. ولك أن تتخيل أن في بعض الأندية خلصت الدوري، في بعض الأندية خلصت الدوري ولسه في أندية تانية ما خلصتش الدوري، واحتمال كمان تخلص الدوري بعد بطولة الأمم الأفريقية، يعني كمان شهرين عشان تبتدي موسم جديد وراه على طول في شهر 8 عشان يبقى موسم استثنائي تاني. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير جدا ومش هنزهق من الكلام فيه في الحقيقه، لان امور عجيبه جدا بنشوفها من قبل الاتحاد المصري لكره القدم وما بنشوفهاش في اي حته تانيه في العالم. يعني للاسف نفسنا بقى نبتدي دوري ونبتدي موسم بشكل منظم جدا زي ما بنشوف في كل الدول العالميه، في اوروبا، في اسيا، في امريكا، في اي حته. اي دوري بيبقى منتظم وماشي بالشكل اللي بيبتدي بيه وباللوائح اللي بيبتدي بيها، ما بتتغيرش اللوائح دي في نص الموسم، وما بتتغيرش اللوائح دي طبقا للاشخاص اللي بيتواصلوا مع اتحاد الكوره واللي بيتكلموا باسلوب غير جيد مع اتحاد الكوره، ممكن يكون بيخوف شويه الاتحاد يعني. لكن المهم جدا ان شاء الله السنه الجايه نبتدي موسم جيد. ده هيترتب على ايه؟ هيترتب على مواعيد انتهاء البطوله هذا الموسم. اخر بيان خرج من اتحاد الكوره كان امتى؟ كان يوم الثلاثاء اللي فات، وبالتحديد من لجنة المسابقات اللي أكدت أن لا تعديل على مواعيد الدوري. وقالوا كمان أن بكرة إحنا هنخرج بيان، اللي هو إمتى بكرة ده؟ اللي هو يوم الأربع اللي فات، اللي هو كان إمتى؟ اللي هو كان أول إمبارح، علشان نقول فيه كل المواعيد الجديدة الخاصة ببطولة الدوري وبطولة كاس مصر. النهاردة إيه؟ النهاردة الجمعة. لحد دلوقتي مفيش أي حاجة خرجت من اتحاد الكرة المصري. لعل المانع يكون خير، عايزين نعرف الأمور هتمشي إزاي. هل في أي مفاوضات مثلا ما بين الانديه؟ هل في اي امور ممكن تؤدي ان الدوري يخلص قبل بطوله الامم الافريقيه؟ ان شاء الله، لان ده في الحقيقه مش هيكون في صالح النادي الاهلي بس، لا ده هيكون في صالح كل الانديه المصريه. لان احنا اتكلمنا وزي ما كنت مع حضراتكم اول امبارح وقلنا ازمه القيد كمان الافريقي، وان القيد الافريقي هينتهي يوم 30/7، والدوري على حسب التسريبات اللي سمعناها ممكن ينتهي يوم 28/7. فانت ازاي هتلحق كانديه بشكل عام، مش الاهلي بس، اهلي، زمالك، اسماعيلي، كل الانديه، امتى هتلحق تأيد اللاعبين؟ وامتى هتلحق تمشي اللاعبين اللي انت مش عايزهم؟ والتعديلات الخاصه بالفريق والجهاز الفني بشكل عام لكل الانديه، هل في يومين ثلاثه هينفع؟ لا طبعا مش هينفع. الامور هتمشي ازاي هنشوف خلال الايام اللي جايه، لكن لحد دلوقتي، لحد اللحظه دي، ما فيش اي بيان او قرار خرج من اتحاد الكره من ساعه اخر بيان كان يوم الثلاث السابق. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان البيان القادم يكون في صالح الكره المصريه بشكل جيد جدا، دون وضع في الحسابات بعض الاشخاص او بعض الانديه اللي ممكن يكون اتحاد الكره بيعمل لهم حساب جامد قوي 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 على حساب الانديه المصريه وعلى حساب المسابقه نفسها وعلى حساب مصلحه الكره المصريه. ان شاء الله نتمنى باذن الله ان الامور تسير بالشكل الجيد. ده فيما يتعلق بقصه اتحاد الكره، واحنا خلاص يعني اتكلمنا فيها كتير جدا. في خبر مهم جدا بالنسبه لي